السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن عملتين معدنيتين للولايات المتحدة الأمريكية، وهي 1 سنت إصدار 1987، وده سعره 2 دولار و39 سنت، وواحد سنت إصدار 2007 وقيمته البيعية على موقع ebay.com $1.35. وبنجد إن العملتين محفور عليهم صورة الرئيس توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا سايب صور من صفحة ebay.com اللي بتوضح القيمة البيعية لهذه العملة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.